اليوم يوم أحمد وحقه أن يعظم ظالما قد عمل مولده وأولما صلى الله على محمد وسلم. خير يا إن وقف كل نبي أمانه مركانه سمين يا ويسقابا أمانتن يسقابا يسكال الأغري يودجي ننا تالو سقما سمين تالو سمين يبو أغري يا كيو سمين يوم بولا من دقنا يا مدنا منا سمين يا قانو منا أغري يا قانو لكن وحوين تذكر أغريا إيه رسولك تشعل بورا اللي كان يوسنا تشعل يا هاي استوى على مدن صدح لا سوتك من غنيا ما أنت راك لوحة إنه قادنا قصي أما المشيدوين إنه كأمانة إنه نبي جاني إنه تعلين صلى الله عليه وسلم أي وحوي أبو شرف تبنا أنت إلى هاي أبوري إنه نصيبك أهلنا إنه نقلنا ومديسي أي نقادنا وحيث ويدين لي نشيدوين كاسي أما قصائد كا صحابة الرسول كانوا تروا يوم ما يقادي ترين والنبي جمع يكو أمان ترين قبي عربي النبي جمع يكو أمان ترين وعلم ذا إنه قبي أيضا عربي جمع النبي يكو أمان يان تروا هالكي كسر دكتين تاسع ربعين أن تلمامو حسان بن ثابت وحكم ذاها أصحاب الرسول كان أيوكم ذاها وحكم ذاها رجي وحوي النبي صلى الله عليه وسلم قبي ذا وترين ترين كنا الدفاع ترى النبي إن محمد صلى الله عليه وسلم قبيضة هل كان واحد من إسقون لمد حفلة دي رسول كذا على شديد سلوه السيئ عليه الصلاة والسلام خير خلق الله أفضل المرسلين خير موضيع على ثرى خير من أخرج إلى الدنيا عاشقي شيخ محمد بصيري رسولك أمان تيسا مركو وضي 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 وحجري فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم علمي قال وحو كنته ذبوي رسولك أمان تيسو إنو رسولك إلهي عليه الصلاة والسلام إنو بشر يا وحك الله ورن مايو وبشر إلهي أبو هري وأنه يسقنا خير خلق الله خلق إلهي مخلوقه أبو هري كيو فضل برناويا كلهم سلاسة حفلة ديسة إسلامي ماذا يهيمان كان كفانا نو أمد النبي محمد أمده هو فضل برناوي حان كلنا قنعي إساق عيائي نو كينو إلهي مقرنا سايمو سودي بي حسكيسة سلاسة إن أنا قبلنا واجب ثم واجب أنا وطاي. وحين جونا ومضل خير يا مضل خير بدن مضل بركة إيسن مضل مضلها وهو مضن كم إذا مضل لغو وينين يو لغو حسي يو خير خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام مضل كخير بدن إيمان ثم مضشن أو لغة قيب قليل لها أما الله يمن لها مجرته مركا وحويان الله سبحانه وتعالى إن وافتشيي إن أنو مدرشا نمادنا أيانو مهدو علينينا ورا ليال حسكا يقيمها مالنطا علماء دي نبا جوكتو آدو وحل دونتا وحوان بان مدرشا نتعالهاي إن مانتا وفايديستو وحويان سنت كان سيدينو لسو عني روبيران يا أبارات دلكينا كتشري قبل كين يعني وح كم ذا قبل هذا عدد كاسو جوري أو قط هذا بدني أي كسو هيا من أي سو عمر كهرباء بار لا يقدر أن ترى أولي سكت كلا يسي سارين وحاس أو دنا وح كو إيمان يا وح ويان وتقوى دي يا الله كعبسي أو يرادي وي بركاني نكون برارك سرانو أو مد كو عيقلن إلهي لون نقضه إن الله الله بريو إن إلهي قعمه لو تاجو إن وحيابي خير جهل جت الله صار نقضه
طلبات إن كدر لها وحوي إن دود عيسى شيخ إني وينا شيخ داود أورنتي أن سنة كان نقرأ قبل رحمه الله إن سنود عيسى إلهي نو جنوي كين كوبس جنوي كوبس الرئي إلهي كسر إن أورنتي هذا البدن هل كل بيا له وين إن البدن نوصل لي النبي جا صلوات ربي وسلام عليه إن نسكون حريصنا إنا نسعاوينا أرنتي تسالوينا ويهين علماء دينا نسعاوين تأييو إسكاشيغا إن شامعاتا هلتان كهدلو إمكا ستاح طبق أيالا هاتا لماتي أو أكاديمي هينو تاقاديه يال مبادي يخنشيغي تدفر بلان بابا حكو ترسلي شامعاتا دي سوغاري سي وديو دي يقودها لمن دي سوغوشيرا وحان لايه إمكانا تدكي هراو حكو ترسلنا كسو ترسان مرلابال تدكي عصبنا حكا سوقايب غلان ووحان لايه وحان لايه حسوسينيا إن ولي شامعات وباهنت هاي وأنا جن هيركي أي دماني سي إن دس إلى هاي خير كسي يا شيخ داود إن مع أحمد أي هرت أساسا شامعات سيدي بقى يسقى يقول رعد بالوضع ماش أنا سدن وشاقي علمني يقول رئيس أما إن أحمد مسيد وشاقي ده بلاش بقى حلو جدني أنتي أي شرتي بقى بقى شرتي شامعات إن جينا هو استود حلو بره شري هبين كنا ضيع حلو آخر شري يلا أنا مرة بتشري محل عاجة وقف كل ويديو وصابت هاي دين الله يمرك سودة شيء ده بلاش بهاي آخرش نقوم يشوفين نبي محمد يوسف عليه الصلاة والسلام بلاش كيوم بهذا نلقو قد بيني وده نبي قد بلاش بنقول سوق قد بيني مرك الله يسودة شيء إنه قد بلاش بنقول قد بيني شيخ داود ده عاد مركان واسس مدرسة ده صلاة ساعة هاي ده واحد هاي بلاش كاسم بلقو قد بيني واحد لعقة ومرنا بس سوق شيء ما يشيل ماشة because لعقت واحد نقول سادة بارير بعد تبي كورس وسنة سنة وقت حبرشة دي حبرشة دي لين وافريقا waxaa dabayl lahayn in hawsha uu sii wadno dadweynaha waxaan suusinayaa soo reer Soomaalida muuminiinta inay wixii ay ku darsan karaan ku soo darsadaan saayn u dhameystiro jaamacada oo ay insha Allah ta'ala ay u noqoto mid aynu ka faa'iideynu ka faa'iideeyo wadkeenu waxa weeyaan inaan is xasuusino inaan maanta u fadhino dalashadii rasuulka inaan ku farxno inaan u dabaal degno inaan weynayno inaan shucuurteena muujino inaan caalamka ka mid nahay waliba aynu ugu horeyno oo aynu ku farxsanahay aad iyo aad baan ilaahay ugu mahadnaqaynaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin in nimcadan ina siiyey ijmaac baa lagu yahay nicmada ilaahay makhluuqa siiyey ee ugu weyni waa nebi muxammed sallallahu alayhi wasallam ما هم مؤمنين توكلية مسلمين توكلية ما مخلوق أوردن إيو الرحمة وها مركان نعمة أقوين إيه مخلوق اللي سيه والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عالمين تدي علماء ذي بفرد ذي وحل إلى وحي إلهي كسوهر يوردن عالمين بغيره مركان وحي الرحمة إيهي بني آدمك جنك إنسك ملائكة دبايلها بورها بدها حدقها حيوانك وحل وحي إلهي أبوري wax nool iyo wax aan nooleyn wax dhaqaaqay iyo wax aan dhaqaaqayn jamaadad wax haban naxariis buu yahay marka nicmadaasa xuskeedii aynu halkan u fadhina waxa la yiraahdaa al wasiilatu hukmul maqasid gaarigan imika aan watay aan kaga soo baxay Hargeysa ee aan ku imiday Arabsiyo waa wasiilo qasdigu ma ahayn inaan gaari ka haysto إن الأرابسية يمادون حفلة حبيبك محمد الله روحه سيك قيبك القصد وها قارجا أن وتوح والحكم يهيئون وحاء عن ويمتي مركا موليدك قدر كيسة وحا قران كرا مولودك قدر كيسة قف كرنية يعني دل شدن لحوصة وحا قران كرا قدر كيدا كدا شيء قدر كيسة مد كرنية مركا موليدك النبي يقول لا يحتاج إلى حديث صحيح بل يحتاج إلى قلب صحيح موليدك أمباهنا حسك الرسول كمحمد للشديسو حديث صحيح أمباهنا وآية قرآن
إلهي ويريا أو أجرجارة أو أنبياء ديبا ميثاق لك قادي إلى آدم إلى عيسى أنت ودحيسى يا إلهي بلنك قادي هذا سوق قدان مرومين إنسانو مو أجرجار إنسانو سدى أتباع ديننا كتر تعالى الله بركا كحسكي سوي دين يا حديث يا صحيح ما باهنا قلب صحيح وباهي قلب مريض ما جلي كرو كحسكي سو قلب ميت أما جلي كرو قلب بكم جلي كرو حسك حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم قلب صحيح أبو جلي بركا موليد كنبي وحديث صحيح وما باهني قلب صحيح أبو باهني إلهي قلب سليم هاي الناس يوم قيامه بالبال ولا ليال وحن هلكن ما أنت يسوق النبي إلهي فلدي كسوكو هلكا قروح بضن لين ما أنت حبيب كني محمد عاكو حسين جامعة على العرفان رحمة الله تعالى عليه رحمة الأبرار شيخيني وينا شيخ داود معلي الحمدي نو أساسي راد كيسي ما أنت وحل الله هذا ما كان لله يبقى وما كان لغير الله يفنى إلهي درتي وحي الله صوبي أنا وصقنا هذا أو باقي هذا وحي إلهي درتي أن الله صوبي نويس كتغى راد كيني شيخيني شيخ داود كتغى وينقى ما أنت عدر كيسان سيدا إنو قعمر انتهي عرب سيو magacaawayn ay mawlidka nabiga ku yeelatay ay ku barakowday ee barakada ay ku heshay sababteedu ugu weyn sheekheena sheekh daawud bala rahmatullahi taala alayhi rahmatul abrar ilahu ka jisaay siban leena jazallahu anna khayrul jisaa sayidina sheekh daawud walaalayaal xuskan habiibka muhammada waxa la yiri mawduuc ba haduu muhammad yahay mawduuca laga hadlaya mar haduu rasuulka ilaahay yahay waa maqbuul indallahi walaw kana mastaru kaafiran مستر كو كصبح يا حتى هدو كافر يا هاي موضوع ظهر هدو النبي محمد خصيه عند الله مقبول بك يا وحلو دليل شدمك عرق علم الصلاة هذا قصة دي أبو الهاب البخاري حديث كيس صحيح كوري أبو الهاب أبو الهاب ورنيك يا دقي دين القرآن كسود دقي قال لماذا كنت النبي قادر كيا أبو الهاب مركو النبي قد شيء عليه الصلاة والسلام هواين دي أطون توهيدة ثويبية لورنشري waxay u timid iyadoo faraxsan oo u bishaareeyay in gabadhii walaalkii ka hadhay ay wiil dhashay farxadii ay ugu bishaareysay buu ku farxayo markaas uu anti xurri ku yiri xor baa tahay caadatul arabna waxa jirtay marka bishaara ku timaado inaad wax bixiso xoreynta adoomahana lacag fara badan ba marka ku baxayso marka adoon xoreynayso dirilay xoreynayso sayidina abu bakar sidiiq markuu xoreynayay adoomihii asxaabti sayidina bilaal oo kale lacag badan buu ka bixinayay de marka dhalashadii uu ku farxay nabi maxamed xooluhu ku bixiyay ka dhigantay dabadeed bukhari wuxuu soo saaray adabul mufradiyada ku soo saaray in la weydiiyay oo manam ru'yul manami uu ku arkay abbas ibn abd al-muttalib oo walaalkii asxaabigiisa nabi gaadirkiisna ahaa ma xaalu kabuur bisal xaal adab baku jira hadaan laga tagin maalinta isniinta biya lay waraabiyo la yiraahdo waa farxad aad ku faraxday dhalashadii xabiibka bal doofi sada walaaliya wa galki idha kana hada kafirin alladhi tabbat yadahu mukhalladan ala annahu fi kulli yawmin litin mughaffafan anhu al'adaba famad dhannu bi'abdin aasha umruhu bi ahmad masruran wa mat muwahida ناصر الدين الدمشقي حافظ كي ويناي لورن تشري يحمل جاه وحوري هذو كاسيس إذا إلى هاي أبو فرح دون النبي محمد كفر حي مالين تي سنين تي ولا شيء في كل يوم الاثنين عذاب كل جيخة في فيي فما تظن بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا ما حاط أم رين يسامبور يعطون كنا لش يسوردن نبي محمد كفر حسنا وما تم موحدا يسقو إلهي موحد وأنا بنت تولى جريس وما marka mawduuc umar hadii nabi muhammad ba lagu hadal hayo waa khayr oo waa maqbool inda allah walaw kaana mustaru kaafir saas culimadu soo qaateen walaalayaal ru'yul manamiya hadii ilaahdan qoladii naga soo horjeeda waa ru'yul manamiya dad anagu ma maniin wax xukun shariicada oo lagu xukun qaadanayo ru'yada manamkiise waa wax sugan oo aadaanka shanta waqti leeyno aadaama waxay ku bineysan tahay ru'yul manamiyo lagu arkay leelatu qadriga 10ka dambi laga raadiya wuxuu ku bineysan yahay wuxuu rasuulku markuu saxaabtii arkay mid waliba inuu ku riyooday 10ka dambe leelato qadriga ku jira waxaan arkay buu in ridiidii mutawaatir ku tahay ru'yul manamiya iyo ibraahim ku gowrac lagu wuri ismaaciil ru'yul manamiya wa juz'un un min an-nubuwa wahyigi markii ilaahay rafacay wa baqiya al-mubashirat bayna hari bishaarat kaasi waxa weeye no baqiga ahay ru'yatu saaliha ru'yada wanaagsan ee muuminku arko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un الحمد لله رب العالمين marka ru'yada hukum shari'a lagu ma fuliyo laakiin waxa loo qaata qisa loo qaadanaya waa wax jira oo sugan marka
مركا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولقد رأى بعض صالحين الرؤيا صالحين تي ذلك إلهي عابدي كو إلهي رالقا كاها إلهينا رالقا كنغضي قار كمده وحيكو أركين منام مركا سيوي ديين نبي محمد عليه الصلاة والسلام فما جزاء من عمل لك بك مولدا نبي الله محا أجزاء قفك مولد أذيك كو قفت يعني جوامع الكلم إلهي نبي النسي جوامع الكلم وهذا الكوبان ومعنيه ودن نكتر من فرح بنا فرحنا به نكنا نقول فرحة أنا نوعا كفرحين هذا هذا كافر صدق اللهم صل على سيدنا محمد مرك حبيبك محمد لا نقول فرحة إسنو إن نقول فرحية مرك لهذا القاضي عند الله بالله إن هذا القاضي إلهي وإن شرفه وحوري أنا جاي ملاك تيجي بحبيبك أنا كصل لناي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلم بل شرفتك وين إلهي النسين لها محاض ملاين سان ولا ليا حوشا سان قفتابو عملك كلية إلهي إن فرية ولي أنا قبطه وملائك تيضا قبطه إذن كنا قبط مؤمنين وصليجيس وصليج النبي صلى الله عليه وسلم مركا مركو إلهي إسو كشرف إنو حبيبك إسو محمد كصليا ملائك تيسين أمري إنو كصليا شرف كوين أول إن جد قيب قليل لها مياد كرني سام ولا ليه لين لين لأن النبي محمد بان كسلية ملاك تيدين وكسلية إذا كنا كسلية صلوا عليه وسلموا تسليما محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد الله صلى محمد يا رسول محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم هجوت محمدا فأجابت عنه هجوت محمدا فأجابت عنه وعند الله في ذاك الجزاء محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى فإن أبي ووالده وعردي فإن أبي ووالده وعردي لعرد محمد منكم وقاو محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم هجوت محمدا بران حنيفا هجوت محمدا بران حنيفا رسول الله شيمته الوفاء محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى وقصيدة ذي داريد إن بيدت كحسن حسان بن ثابت صحابي الرسول كمادي حبيبكم والنبي محمد هرتي سكت رنيء مركا واحد الله يابل زمن آخر بينه كشرنا وحين النبي محمد جاي سدك بحيي ولبا من بركيس وصار حسان بن ثابت مركو قصيدة ذا أخري حبيبكم صلى الله عليه وسلم من بركيس فول يفول هل كافول وكثير سدح درجولها من برك النبي عليه الصلاة والسلام كأوغس الرئيئ أيو نبي فولي جري مركو خطبين أيو بعد وفاة رسول الله خلافة أبو بكر الصديق كلا بعض بفولي احتراما وتكريما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم مركو عمر يمدي أبو بكر تغيين عمر كيسا بحاض بفولي عثمانو أكشوك سديبا ساقو كرامين أيو رقي كوري حسان بن ثابت كأوس الرئيئ نبي فولي جري بفولو قصيدة داسو كفولو لفولي للرسول ما شاء الله ما شاء الله شرف تاسي نبي أمانكو نبي محمد أكتي سكلي يحي لكن سبنا آخر بينو كوشرنا وحبيبك أن محمد يوحي نوشيك مركا منكر كمعروف لو أركبوه معروف كان منكر لو أركو فانتظروا أمر الله قيامه بتاقل وحال نبي محمد ارتيس اللقو سمين يي بأي مكان لقيا مساجد قاركو دلنا هو الشرك
وخرافي وبدعي وحبيبك محمد يجايز بك بعي وصحيح البخاري بقول بيت كبدا انت ليه ضحي قصيدة حسان بن ثابت.